الفترة الأخيرة شفنا فنانين على الساحة كانوا مختفيين عن الأنظار، وكلنا كنا بنسأل راحوا فين، لكن قصاد كده في فنانين تانيين مش ظاهرين على الساحة، وغالباً كده الوضع ما بقاش عاجبهم، لأن كده تجاهل وظلم لموهبتهم، فقرروا يشتكوا اللي هم فيه لعل وعسى الوضع يتغير ويرجعوا ينوروا الشاشة ويكون في بصيص أمل. وفي الفيديو اللي معانا هنتكلم عن الفنانين اللي اختفوا من على الساحة الفنية رغم الزخم الكبير في دراما رمضان 2023، وعودة الأعمال اللي بتتعرض على المنصات للتصوير عشان يبتدي عرضها بعد ما خلص موسم رمضان، ومين الفنانين اللي شايفين الوسط الفني خاضع للأهواء الشخصية وما بيعتمدوش على النجومية والموهبة، ومين الفنان اللي اشتكى من إصابته باكتئاب بسبب قلة الشغل. الفنانة دانا حمدان جددت موضوع تجاهل الفنانين من المنتجين اللي مش بيشغلوهم في أدوار فنية، وشافت إنها مش موجودة بسبب ظلم، لأن لو كان في ظلم هيبقى تعمد، وفعلا هي مش مظلومة ومحدش متعمد عدم وجودها، لكن العين مش عليها، ولما بيجي تسكين للأدوار محدش بيفكر في دانا، ويمكن لو ادوها فرصة لدور ماشي، بس في نفس الوقت هي ما عندهاش حتة رفض الدور، بالعكس هي بتسعى ونفسها تمثل وتعمل اوديشن عادي، لكن حل الموضوع ده عند المخرجين والمنتجين تحديدا. والفنانة نجوى فؤاد عاشت فترة حزن الأيام اللي فاتت بسبب تجاهل زمايلها داخل الوسط الفني ليها، وقالت أنا ما اشتغلتش من 7 سنين، ووصفت الوسط إنه ما بقاش فيه أي رحمة، عكس زمان خالص كان فيه رحمة وعطف وحنان من الفنانين على بعضهم. فين؟ أنا عايزة أعيش، بقالي 50 سنة أو 49 سنة شغالة في مجال الفن، وضيعت فلوسي كلها في الإنتاج الفني، وفي ناس بتشتغل أكتر من 30 عمل، بس أنا ليه مش بشتغل؟ بيتقال إن السبب العرض والطلب، وده متوفر بس في البطل والبطلة والمؤلف والمخرج، يعني 4 أو 5 عناصر بس، وهم دول اللي بيقوم عليهم العمل، لكن باقي الأدوار زي التاني والتالت والأدوار الثانوية مش عرض وطلب ولازم يشتغلوا. أما الفنانة نشوى مصطفى فطلبت من زمايلها في الوسط الفني يساعدوها ترجع الشغل مرة تانية بعد سنين من قعدتها في البيت، وكتبت في منشور ليها على فيسبوك وقالت حد عنده واسطة عايز أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا، ومثلت قبل كده وفي ناس قالت إني ممثلة يجي مني، وكريم الحسيني بيعاني قلة الأعمال المعروضة عليه واستياءه من عدم مشاركته في الأفلام السينمائية، وبالتالي لجأ إنه يحول عربيته الخاصة لمشروع مشروبات ساخنة لمواجهة متطلبات الحياة، ولأنه مش قادر على التحمل. وحصل ضجة كبيرة حوالين تصريحات الفنانة ميريهان حسين بعد ما أعلنت إنها بتفكر في اعتزال الفن، واشتكت من تعرضها للظلم، وإن الوسط الفني بيخضع للأهواء الشخصية ومفيش نظرة للموهبة. والفنان فادي خفاجة شاف إن موسم رمضان كان فيه زخم، ورغم كده مفيش أعمال فنية بتتعرض عليه، وده اللي خلاه يخرج عن صمته ويشتكي، وقال إن المر ده سبب إصابته باكتئاب. ومش القايمة دي بس اللي عانت من التجاهل وقلة الشغل، في فنانين تانيين بيعانوا واشتكوا قبل كده، زي محمود عامر وسيف عبد الرحمن ونعيم عيسى وفاروق فلوكس واحمد عزمي وياسمين جمال وفاطمه الكاشف ومها احمد ورندا البحيري وغيرهم. وبعد دانا حمدان ما اشتكت، تفتكروا هيكون في تغيير في خطه المنتجين والمخرجين انهم يبصوا الفنانين اللي بيعانوا من التجاهل وقله الشغل، ولا الحال هيفضل زي ما هو؟ اكتبوا لنا ارائكم في التعليقات.